الشركة الدولية لخدمات التعدين شركة جديدة حاليا تأسست، وهذه أول مشاركة لنا في الإمارات. أنا أعمل مستشار تعديني بالشركة، ونطمح إن شاء الله إن نبدأ ندخل السوق التعديني في السعودية. تأسسنا المعرض صراحة ساعدنا كثير لتعريف الشركات العالمية، الشركات المحلية والإقليمية بشركتنا، وخلتنا نتعامل معاهم، وسوينا أكثر من اجتماع ناجح صراحة عرفتنا على غالبية الشركات.